نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نحن هنا. اليوم جولتنا مختلفة في المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني الذي يأتي من حرص الوزارة على دعم والوقوف بجانب أسر الجنود المرابطين في الحد الجنوبي. خلونا نتابع حنا وياكم هذا المهرجان. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني، ونسعد باستضافة الدكتور عبد الله الميموني المشرف العام على الشؤون الثقافية. أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله وحياكم الله ومسهلا، نرحب بكم في اليوم الرائع والأجواء الجميلة في هذا المحفل، وهو من محافل إسكان الحرس الوطني بتوجيهات من سمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وبدعم من معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري. أقيمت هذه الفعالية لنكون نقرب مثل هذه الفعاليات للإخوة المرابطين في الحد من منسوب الحرس الوطني. وضعنا أمامهم مثل هذه الفعاليات المسرح والعاب الذكاء، وكذلك مقهى الأدباء والأسر المنتجة والفود تراك الجلسات. حاولنا نجمع وسائل الترفيه الممكنة ووسائل الثقافية الممكنة لأبناء المنسوبي في هذا المكان. بالتأكيد أن هناك عوامل محفزة أدت إلى تنظيم هذا المهرجان من خلال الشؤون الثقافية. العوامل المحفزة وأهم حافز كان دعم سمو وزير الحرس، وكذلك معالي النائب ومعالي الوكيل، وكذلك الجهات المشاركة من وكالة الشؤون الفنية الدكتور عبد اللطيف الحارثي، وكذلك الجهات الشؤون الصحية، وكذلك إدارة المخدرات وجهاز الإرشاد والتوجيه ومطابع الحرس الوطني ومجلة الحرس الوطني العلاقات والمراسم، وفوق ذلك كل فريق التواصل الداخلي سناب الحرس، كلهم شاركوا معنا لإنجاح هذه الفعاليات، وكانت النجاحات عالية ولله الحمد. بالتأكيد ونحن نشاهد اليوم التفاعل والرضا من الناس، الشيء الذي شاهدتم فيه رضا الناس مركز من خلال تواجدهم، أبرز ما لفت انتباهكم؟ الجميع كان يأتي لنا في إدارة هذه الفعالية يشكر سمو الأمير، يشكر من قام ومن عمل ومن بذل لإنجاح مثل هذه الفعاليات. زرعنا البسمة للأبناء، زرعنا البسمة في الأسر، بحثنا لهم عن الأفضل والأجمل في مكانهم وقريبا منهم. كذلك وفرنا الآن من الأسبوع القادم سيكون هناك نقل ترددي من الأحياء إلى مقر الاحتفال. بالتأكيد الشؤون الثقافية بالحرس لها أنشطة على مدى العام كامل، هل هناك خطوات قادمة بعد هذا المهرجان؟ عندنا ولله الحمد مراكز ثقافية ترفية في الأحياء في كل حي، مثلا في مدينة الملك عبد العزيز السكنية عندنا ثلاث مراكز، في مدينة الملك سعود السكنية في مركز فيها نشاطات تايكوندو، نشاط ألعاب الذكاء، برامج ثقافية، برامج رياضية،
برامج ترفيهية في الأحياء، ونحن سنواصل على هذا المنوال حتى نحاول إنجاح مثل هذه الفعاليات. نحرص أن تكون هناك برامج جودة الحياة نوفرها في الإسكانات. الدكتور عبد الله الميموني، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله، نشكر لكم حرصكم، وأنتم بالفعل شركاء لنا في هذه النجاحات. كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. مستمرين معكم مشاهدين الكرام في المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني، ونسعد باستضافة المهندس يوسف بن ناصر المجحدي. أهلا وسهلا مهندس. مرحبتين، الله يحييكم. الله، كلمنا عن هذا المهرجان ونرى التفاعل من قبل الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في البداية نشكر الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني على تنفيذ مثل هذا المهرجان اللي فيه حقيقة يعيش سكان الإسكان أجواء جميلة وفعاليات متعددة حتى يكون بين في أوقات هذا الصيف. أيضا عندنا الآن حضور ولله الحمد متميز، أيضا شهداء الواجب لهم ركن خاص، ونشكر حقيقة الدكتور عبد الله الميموني على هذه الخطوة الرائعة جدا، والتي تعتبر لأول مرة تقام في إسكانات الحرس الوطني، ونتشرف أن نكون إحنا من الناس المشاركين معهم في هذا المهرجان. بالتأكيد تواجدكم من خلال هذا الركن كان له حوافز أو مسبب تواجدون بهذا الركن للألعاب الذكاء. الإسكانات الحرس لديها مراكز خاصة رياضية وترفيهية، هذه المراكز تحتوي على ألعاب رياضية وألعاب إلكترونية وأيضا نشاط ثقافي. ارتأينا أن يكون فيه ركن خاص لكل نادي أو كل مركز، شيء نسميه ألعاب الذكاء. المقصود في ألعاب الذكاء هي الألعاب التعليمية الترفيهية أو الترفيه بالتعليم، لها فوائد عظيمة جدا، اللي هي عملية التوافق العصبي والذهني والجسدي للطالب أو الممارسة. حرصنا على أن يكون هذه نواة إن شاء الله بتكون في جميع مراكز الحرس الوطني الترفيهية والرياضية. الألعاب الذكاء تعتمد على التوافق العصبي والذهني، وأيضا على إخراج الطالب أو الممارس من الجلسة على البلاي ستيشن أو الجوال، أيضا الألعاب الذكاء تعتمد على فطنة الطالب، كيف يقدر المسؤولية، كيف يتصور الأحداث وعملية حلولها. فهذه كانت فكرتها، والبداية مشجعة ولله الحمد، سواء من الحضور أو بإذن الله. تعتمد على التوافق العصبي والذهني والعضلي للطالب، فحتى يقوم بعملية إدارتها. شوف تأثير الألعاب الإلكترونية في الطلاب عندنا، أنا
جعلنا جوائز من يتعدى هذه المرحلة فما استطعنا لوجدنا أحد. أيضا ألعاب الفهم وعملية التركيب الألوان، وهذه اللعبة تجعل للطالب الإبداع وأيضا الافتكار والاستنتاج الصحيح. أيضا برج الاتزان يقوم بعملية التقدير الصحيح للطالب، عملية التقدير وتطوير الانسجام ومهارة الذكاء وسرعة البديهة وأيضا التوافق العضلي والجسدي. عندنا لعبة الخصوم وعملية تحريكها بطرق معينة حتى يتم القضاء. تركيب المكعب الألوان، الآن الطالب يحاول يستنتج الطريقة الصحيحة لإنتهاء تركيب المكعب بالطريقة الصحيحة، فكل هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون عنده استنتاج وتطوير وتوقع الإجابة الصحيحة. فهو قاعد الحين يحاول يركبه، ممكن يفشل أو ممكن ينجح، وإن شاء الله أنه ينجح. أيضا هذه لعبة يسمونها هذه لعبة الحرب، يقوم فريقين بعملية مهاجمة الخصوم ثم بعد ذلك إخراج الجنود منه. أيضا الترس الذكي أو الترس المهندس أو العبقرية، كيف من يبني الترس يجعل الترس الرئيسي يتحرك وطبعا يواجه صعوبات ويواجه عقبات من زميله ويحاول يعطله ويخلي الترس عنده ما يشتغل. نعم مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية لمهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني، ولعله من أبرز الإيجابيات أنه يتيح الفرصة للشباب السعودي للمشاركة لعرض منتوجاته في العربات المتنقلة. ومعنا صاحب أحد العربات، أهلا وسهلا، تعرف عليك. معك محمد العيوني، صاحب عربة آيس كريم. وش تقدمون هنا اليوم؟ والله نقدم مشروبات باردة بشكل عام، والآيس كريم الصاج والسفت العادي، يمكن هذه أبرز النشاطات عندنا في العربة. كيف شفت إقبال الجماهير المشاركين هنا؟ لا ما شاء الله المهرجان جيد، وكان فيه حضور جميل بعد، مو يعني، ونشكر بعد كذلك المهرجان أتاح لنا الفرصة يعني أن نشارك في هذا المهرجان. اهلا وسهلا، تعرف عليك. يا هلا والله وسهلا فيك، معك فوق ثامر الجار الله. وش تقدم هنا اليوم؟ احنا نقدم اللي هو سندويتش اللي هو البرجر المشوي، احنا شباب سعوديين نقدم اللي هو الخدمة. طبعا البرجر عندنا اللي هو المشوي الطازج، التتبيل والتجهيز من اعدادنا، وتشرفنا اللي هو بالحضور وتقديم الخدمة هذه فالفعالية الطيبة هذه اللي تابعة لوزارة الحرس الوطني. الموجودين هنا كلهم سعوديين معك شغالين؟ اي نعم. كيف شفت الحضور اليوم من العائلات والمهرجان؟ والله الحمد لله يعني حضور جدا ممتاز والأنشطة متنوعة. مشاهدي الكرام، مستمرين معكم في التغطية ونرصد هذه الأجواء هنا لدى المشاركين والحضور. أهلا وسهلا فيك، تعرف عليك. حياك الله، معك سيف العضياني طال عمرك، أحد الساكنين في الحرس الوطني. حياك الله، كيف شفت المهرجان اليوم؟ مهرجان ناجح، مهرجان جميل، ونشكر وزارة الحرس الوطني ونتمنى منهم أنهم كل سنة يحطونه، هذا أول سنة حاطينه والآن نتمنى منهم كل سنة. وش أكثر شيء عجبك اليوم في المهرجان؟ والله ألعاب الأطفال والفعاليات والقسم الديني، التوجيه والإرشاد، هذا أفضل شيء، يوزعون مصاحف وجزاهم الله خير. نعم مشاهدين الكرام، مستمرين معكم في تغطية الحفل الترفيهي لإسكان الحرس الوطني، ونسعد بالأستاذ أسامة الشويعر المشرف العام المساعد على المهرجان. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا وسهلا فيكم، وشرفتونا اليوم في المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني، والذي يقام في مدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان، وهو يعتبر المبادرة الأولى في المدن السكنية،
وما شاء الله تبارك الله المهرجان يشتمل على عدة فعاليات أدبية. يوجد عندنا الملتقى الأدباء، استضافة أديب يوميا، كذلك عندنا فعالية ألعاب الذكاء، وهذه بادرة طرحها المشرف العام على الشؤون الثقافية الدكتور عبد الله بن عواض الميموني، اللي هي بادرة حركني، اللي هي الهدف منها إخراج الشباب أو فئة صغار السن من الألعاب الذكية والألعاب البلايستيشن إلى الألعاب الحركية. بالتأكيد شاهدنا نجاح مبهر على جميع الأصعدة، هل هناك بالتأكيد هناك موقف أو ردة فعل شاهدتها من قبل الحضور لفتت الانتباه؟ والله من المواقف الجميلة أن عندنا فعالية المسرح، وكانت أحد الفقرات اللي هي اكتشاف مواهب، كان سؤال عفوي من أحد المذيعين، من عنده موهبة، من عنده إلقاء، من عنده قصيدة، من عنده كذا. فخرج أحد الأبناء عمره تقريبا 9 سنوات أو أقل، 8 سنوات، قال أنا عندي موهبة الإلقاء فأعطيناه قصيدة. اكتشفنا أن والده يعني أول مرة يكتشف أن ابنه عنده الموهبة هذه، واستغرب وكان يعني معجب في الإلقاء. فيعني تمنينا أنه الأسرة دائما وتحرص، يجب أن تحرص الأسرة على اكتشاف مواهب أبنائها، قدرات، لأن الموهبة متواجدة، ولكن كيف يتم الاكتشاف عنها؟ وهذه منطلق مثل المهرجانات والفعاليات لها أهداف عدة، أهداف ترفيهية، أهداف تثقيفية، أهداف اكتشاف منها مواهب، اكتشاف قدرات. كذلك عندنا وحرص سمو سيدي وزير الحرس الوطني على إعطاء الفرصة للأسر المنتجة، لأصحاب الفود ترك كذلك عندنا، وحرص كذلك بدعم الشباب السعودي في شتى المجالات في المهرجان وتقديم لهم جميع الدعم اللامحدود. مشاهدين الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية، ونحن هنا في ركن الشؤون الصحية، ونسعد بالأستاذ محمد الشمري من الشؤون الصحية. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك، الله يحييك. كلمنا عن هذا الركن وعن ما يحتوي. احنا الركن اللي حاطينه هنا هو عبارة عن عيادة طبية فيها طبيب للحالات الطارئة في المهرجان، وبرضه حاطين ركن تثقيفي وتوعوي يحتوي على بروشرات وأشياء عن السكر. أبرز الأمراض أو المواضيع اللي يحب التركيز عليها؟ احنا مركزين على أمراض المزمنة والسمنة وفحوصات السكر نسويها هنا، وبرضو الضغط نسويها هنا. يعني أي واحد من الحضور من هنا من الجمهور سواء رجال نساء يستطيع عمل فحوصات؟ أي زائر هنا احنا نرحب فيه من الساعة 5 العصر للساعة 1 بالليل. ياك الله، الله يجزيك خير. أول شيء كيف شفت المهرجان وقسم التبرع بالدم؟ المهرجان والله كويس، التبرع متوفر لنا كل حاجة، يعني نتمنى لك دوام الصحة إن شاء الله وموفق. وياك يا رب. عفوا. نتعرف أيضا بأحد المتبرعين. أهلا وسهلا، تعرف عليك. ياك الله، سلمان الحربي. ياك الله، قواك الله، يعطيك العافية. الله يقويك. بشر، كيف الوضع؟ تمام إن شاء الله؟ الحمد لله، الأمور تمام الحمد لله. كيف شفت اليوم الزيارة؟ المهرجان كان ممتاز وجميل، ايضا تبرع بالدم، وعسى الله يكتب اجره ان شاء الله. الله يكتب اجرك، شكرا جزيلا لك. حبيبي الله يسعدك. نعم مشاهدينا الكرام، نسعد باستضافه الاخصائي محمد العنزي هنا في قسم التبرع بالدم. اهلا وسهلا بك. أهلين، حياكم الله، يا مرحبا في عربة التبرع في الدم في الشؤون الصحية. كلمنا عن هذا القسم. أوكي، طيب، في عربة التبرع في الدم في الشؤون الصحية، طبعا هو مركز التبرع في الدم في الشؤون الصحية في الحرس الوطني، مشاركين ضمن جناح الشؤون الصحية في الحرس الوطني في مهرجان الترفيه للإسكان. احنا بدينا تقريبا من بداية المهرجان قدمنا للزوار اللي هو التثقيف في عملية التبرع في الدم، زايد اللي هو بعض التحاليل المخبرية مثل تحليل الهيموجلوبين أو خدمة التبرع في الدم.
طبعا احنا نستقبل الجمهور سواء مستشفى منسوبين مستشفى الحرس الوطني او الجمهور جميع الجمهور، نستقبل جميع جنسين ذكور واناث. طبعا نفتح من بدايه الساعه 4 تقريبا لين الساعه 11 في الليل. اي متبرع راح يحصل له على ملف عندنا في البنك الدم، وبعد ما عمليه التبرع كان يراجع بالبنك الدم ويشوف عمليه جميع التحاليل حقته كامله. اذا جهود مشكوره، نتمنى لكم التوفيق. الله يعطيكم العافيه ومشكورون على جهودكم انتم، والله يجزاكم خير على ما تقومون على فعله في حرصكم على الجمهور او توضيح اهميه التبرع في الدم. من هنا، من لوحة العز، من لوحة الشرف، من لوحة شهداء الواجب، وصلنا معكم إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم من برنامجكم نحن هنا. كنا معكم في فعاليات المهرجان الترفيهي لإسكان الحرس الوطني الذي تقيمه وزارة الحرس الوطني حرصا منها على أسر شهداء الواجب والمرابطين في الحدود. إلى لقاءات قادمة تجدد بكم في أمان الله. No.